اللحظة دي بينسى فيها التعب والألم والمجهود، وهي لحظة التتويج إن شاء الله. فعندنا يعني أنا أستغل السؤال ده وإن أنا أشيد بالجهاز الطبي والجهاز المساعد عندنا في تجهيز وتأهيل اللاعبين، برغم الصعوبات اللي مرينا بيها بشكل كبير جدا من بداية البطولة زي ما قلت، على مستوى الإصابات وعلى مستوى الغيابات. فقدنا 3 لاعبين أساسيين مهمين جدا في خلال البطولة، ولكن تجهيز اللاعبين الآخرين اللي حلوا محلهم كان ليه دور مهم جدا في وصولنا للحظة اللي احنا فيها. عملية إعادة الاستشفاء مرة تانية للاعبين بعد الـ3 مباريات اللي أنا بعتبر كل مباراة فيهم مباراة نهائية، كان دور مهم جدا للجهاز الطبي المعاون اللي معانا، اللي قام بدوره على أكمل وجه، يستحق الشكر والثناء. خاصة زي ما قلت كل مباراة كنت تحس إن لاعبينا أول مرة يلعبوا، فده ان شاء الله نتمنى في المباراه النهائيه قدام السنغال بكره باذن الله. وعندنا كل الثقه في لاعبينا ان هم بروحهم وتضحياتهم يقدروا يعوضوا لو في تعب او شيء، باذن الله ما يبقاش فيه تعب، ويواصلوا نفس المسيره بتاعتهم ان شاء الله. المفتاح اننا نلعب زي الماتشات اللي فاتت، مش محتاجين نعمل اقل من كده ولا اكتر من كده، ممكن اكتر من كده، بس اللعيبه بينت الماتشات اللي فاتت قد ايه احنا كنا رجاله وقد ايه كنا عايزين نكسب البطوله. بص على اخر 3 ماتشات، كاميرون، في المغرب، في كوت ديفوار، 3 برده كانوا مرشحين كل 3 ان هم يكسبوا البطوله. ادينا بشكل كويس عشان اللعيبه كلها كان عندها روح، واللعيبه بتضغط نفسها وعارفه هي عايزه ايه من الماتش. السنغال بكره يبقى ماتش زي الماتشات اللي فاتت، بالنسبه لنا حياه وموت. ان شاء الله ندخل الماتش بعقلية البطل وان شاء الله نكسب الماتش. اللي انا عايز اوصلها للناس بس ان احنا قابلنا صعوبات كتيره جدا جدا جدا، اهمها واصعبها علينا الضغوط اللي كانت على مدربنا في خلال مشوار البطوله. شفنا حاله التحفز وحاله الاستعداد لمعاقبه المدرب بتاعنا. انا يعني بشكر الزميل اللي سال صلاح على السؤال ده، انما وضع طبعا لا يليق ابدا ابدا باسم مصر ولا باسم مدرب منتخب مصر ان يتم التعامل معنا بالشكل ده. شفنا المباراة اللي فاتت قدام مباراة منتخب الكاميرون، الحكم الرابع دخل غرفة الملابس عشان يعمل تشيك على اللاعبين، هددني وهدد المدرب بالاستبعاد من المباراة في رد فعل كان غريب جدا علي. انا كلاعب كرة لعبت مباريات دولية كتير جدا، اول مرة اشوف الموقف ده. الموقف ده اثر علي واثر على المدرب واثر على اللاعبين، وما كانش المفروض ان ده يتم. فاحنا ان شاء الله هيبقى لينا موقف بعد نهاية الموضوع.